حبيب اخوك، تخيل الايام بتعدي بسرعه. النهارده توقعات اللذيذه للجوله السابعه واهم اللعيبه. الفيديو المفضل عندي يا عم سيمبوس، نتكلم بقى براحتنا ونعيش. بحس واحنا بنتكلم كده في التوقعات بنبدا كده نحس الماتشات، فبنبدا نحس بالخوازيق من قبل ما تيجي. بس قبل اي حاجه، مساءكم لذيذ، اهلا بكم معانا في برنامج كره في اللذيذ. لو انت مش مشترك معانا اشترك وفعل زر الجرس عشان تصرج لنا اول باول. انزل اضغط اللايك بسرعه منك كومنت يشجعنا. انا ابو ادهم وانا سيمبوس، ويلا بينا نبدا. صديقي اللذيذ، المره دي هتبقى مره مختلفه، لان ليفربول اللي هيبدا يوم السبت عندنا 7 ماتشات ولحد 3 ماتشات، فهي جوله قصيره، وبعدها بقى توقف دولي كبير اسبوعين، فحاجه يعني في منتهى الاسف والزعل، لان انا ما بحبش فتره التوقف الدولي، كلها اصابات ومفيش كلام نتكلم عنه. بحس بالوحده. بحس جاب الوحده فعلا يا عم سيمبوس. المفروض كده التسريبات لو جات لنا هتجيلنا على ليفربول، اللي بالمناسبه احنا بنصور حالا وهما بيلعبوا في دوري الابطال كسبانين 1-0. ما بداش بجوتا على فكره، فغالبا جوتا هيبقى اساسي الماتش الجاي. الوحش ان هو بدا بلويس دياز، فلو كمل اعتقد جاكبو ممكن يكون له دور في الماتش الجاي للاسف. وممكن برضه يبدا بدياز، مفيش مشكله. ممكن بدا بجوتا المره اللي فاتت ولعبه برضه في الدوري. يعني ممكن وممكن، بس هي دي حاجات بتبقى مقلقه شويه. اما استون فيلا لحد اللحظه دي فهي صامده قدام بايرن ميونخ، ممكن يكسبوا عادي. حاسه هيكسبوا. وعايز اقول لك برضه واتكنز بادئ وروجرز بادئ، دول اللي يهمونا قوي، الدفاع المعتاد، فهي دي الحاجات اللي تهمنا طبعا. فاستنانا يوم السبت الصبح ان شاء الله الساعه 12 مع التسريبات. المره فاتت جبنا شويه تسريبات حلوه، فان شاء الله نجيب المره دي. فتابعنا الماتش الاولاني ده، اتوقع ان هو المفروض ان هو ماتش على الورق سهل لليفربول، بس طبعا مع انهم بيلعبوا في الابطال، ومع ان ليفربول برده هتبدا تحاول توزع المجهود، فاعتقد ليفربول هتكسب بصعوبه 2-1 من غير كلين شيت. تمام، احنا طبعا ما نعرفش توقعات بعض. انا 2-1 زيك. ايوه انا توقعت مفيش كلين شيت. طيب بالنسبه لاهم اللعيبه من كريستال بالاس، تاخد مني يا ابن عمي، انا بقول لك كريستال بالاس ابعد عنهم، الفرقه مش مبشره نهائي، دفاع سيء جدا. هما كسبوا اليونايتد 3 وبعديها خسروا من ايفرتون، فيعني ما تعرف يعني تحس انت مش عارف تتوقع برضه هما يعملوا ايه بالظبط. يعني انا اعتقد ان كريستال بالاس مفيش فيها اختيارات بتلمع كده، يعني ايزي، ارقام حلوه، استفدنا ايه؟ صلاه على النبي، مفيش اي حاجه بتخش، مفيش اهداف، مفيش اسيستات، ماتيتا وفي لعيبه بسعره، يعني انت ممكن تنزل كتير وتجيب روجرز بالظبط. بالفلوس تجيب مثلا واحد قريب منه جونسون. حتى الدفاع مأساوي جدا، ما بيجيبش مردود هجومي قد كده، وحارس المرمى خريان مداريان يا عم الحاج، ولازم اقولها بصراحه، نقط في جوله بصراحه ماشي، بس دي كانت جوله كده كده سهله، وكان لازم يجيب حاجه هو عشان اخد البونص، فهي الفكره. لا كانت سهله، كانت قدام اليونايتد. ايوه ما هي لا سهله، هنقول سهله ماشي. ماشي، فانا شايف ان كريستال بالاس برايي الشخصي حاليا، انا بقولش للابد يعني، حاليا وضعهم يخليك تمشي من واحد زي ايزي دو، انا بكلمك عن اكتر واحد ملكيه في الفرقه دي، لا انا اروح لموبيومو بفرق السعر ده، او على الاقل خالص اختيار كتير، انزل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله روجرز، ان شاء الله سيمينيو الجوله واحده، اي حد غير ايزي اللي بيعمل ارقام وما بيجيبش اهداف بالظبط. فده رايي، وابعد عن لعيبه كريستال بالاس. بس لو حد هيجيب من كريستال يجيب ايزي طبعا، مفيش غيره. بس ما يجيبش، ما تجيبوش بصراحه، الناس يا جماعه بتبيعه، وهو الان ما اثبتش اي حاجه وغالي، يعني في الفئه السعريه دي، يعني مبيومو يا جماعه الراجل بينزل يحط جون في اول 20 ثانيه، انا اسيب بقى مبيومو اللي متالق واروح مع ايزي اللي هيشلني؟ لا، يعني ايزي ده اختيار بيعي يا جماعه، ما فيهاش كلام. لسه قاري مقاله كان بيتكلم ازاي برينتفورد بتحط جوال في الدقايق الاولى. ما هو عارف المقاله دي بيقول لك ده تاكتكس هم بيعملوه. جامدين قوي يا جماعه. جامدين، بس انا هاجي لك لبرينتفورد لما اجي عليها في فيديو لوحدها. هي انا هتكلم عنها. طب يلا يا عم سيمبوس قول لي اجيب مين من ليفربول. من ليفربول هو الثابت والاساسي يا جماعه صلاح. تمام؟ ويمكن الجوله اللي فاتت انا كنت بقول لك صلاح وارنولد، الجوله دي انا مش هقول لك صلاح وارنولد. اقول لك ليه؟ لان بعد كده الفيكشرز او الماتشات هتبقى صعب لحد ما. ما فيهاش نسبة كلين شيت، فأرنولد مش هيبقى أحسن حاجة، خصوصا إن هو لما بيعملش مردود هجومي بيطلع لك بنقطة، وفي نفس الوقت مدافع ب 7 مليون، أنت ممكن تنزل واحد زي كوناتي. أنت وفرت 2 مليون، أنت متخيل؟ فأنا لحد دلوقتي أنا ما شفتش منه أي حاجة، فمش هرشح أرنولد بصراحة. بس كده كده صلاح طبعا لعيب بريميوم يتجاب يتساب معاك في التشكيل. لسه عامل أسيست يا جدعان في الأبطال. قدام أي حد عمل أسيست لماك أليستر. بس الناس بقى اللي جنبه، بالنسبة لجوتا، بالنسبة لدياز، بالنسبة لجاكبو، بالنسبة لنونز، انا مشكلتي معاهم زي ما بقول على طول ان هم ما بيلعبوش الماتش كامل، يعني وارد في شويه الدقايق اللي بيلعبهم ما يعملش حاجه، يعني دياز بالفورمه الخارقه بتاعته الماتش اللي فات لعب ما عملش اي حاجه وخرج. بس كويس انت عندك الشجاعه تقول كده برغم ان انت عملت في الوقت ده جبت دياز. انا جبت دياز، وبصراحه انا
يعني ندمان. انا برضو مش هحكم من جوله، انا لسه هصبر بالزبط. عليه شويه. انا عايز اقول لك اسوا جوله عملها دياز كلاعب حتى، هو ما صغرش في الملعب يا جماعه، الخطه بدل ما كانت كلها راح على الشمال راح على اليمين، مع انه كان مريح في الكاس. لا هو الخطه نفسها ارن ستوك لعب على اليمين ما لعبش شمال خالص، كان فعلا مش موجود في الملعب، والخطه هي اللي عملت كده. فهل دياز هيرجع المره الجايه ولا هيفضل الخطه بالطريقه دي؟ حاجه مقلقه برضو يعني. فانت طبعا تروح مع صلاح لان هو الاساسي، هو اللي معاه ضربات الجزاء زي ما شفت الماتش اللي فات، هو حط جول ما عملش اي حاجه، هو جاب ضربه جزاء طلع بالنقط وطلع بالبونص. تمام. طب صراحه انا شايف صلاح عايز بقى تكفره انت ورزقك لو هتختار حد من الاربعه اللي انا قلتهم، بس تمام. انا نصيحتي تروح لحد تاني زي ماديسون مثلا بيلعب 90 دقيقه مع توتنهام. تمام. دي وجهه نظر. مين من الدفاع ترشحه؟ مين من الدفاع؟ ما انا لسه قايل يعني ارنولد وروبرتسون، ما شفتش الرقم بامانه الله بصراحة. انا شايف كوناتي صفقه، كوناتي كويس لو عايز تكبر بقى الليفر، وفي نفس الوقت بيعمل اسيستات وبيحط جوال لحد دلوقتي. عايز اقول لك واضح جدا ومميز زي جابرييل كده في الهيد، هو واد مميز بيعمل فعلا، بيرتقي وبيخش لحد 18 وبيخش لحد السته، فالواد مميز شكله اصلا. دي يعني ايه زي ما بتقول خاصيه فيه، في حاجه كويسه انه مدافع ممكن يجيب لك بالسعر ده مردود هجومي من ليفربول. روبرتسون لحد دلوقتي ما شفناش حاجه يعني، واحد بالزبط. زي فارديول مثلا، طب ما هو جامد اهو، الراجل بيتقدم وبقى ليه ادوار هجوميه اكتر وحط جول وكان خطير الماتشات اللي قبلها. انا شايف لا، ونقطه كمان يا عم سيمبوس، انا لما يكون فرق 2 مليون وحتى لو في الاخر ارنولد جاب اعلى، بس هيبقى جايب بقيمته اقل من قيمته، وكوناتي ده بالنسبه لقيمته جايب اعلى من قيمته، فهي وال2 مليون دول استفيد بيهم في حته. فانا غيرت وجهه نظري بصراحه لحد دلوقتي، انا ممكن اطلع غلطان وارنولد الماتش الجاي يجيب جونين عادي ممكن جدا. بس فكره ان انت ممكن تنزل من واحد زي ارنولد مدافع ب 4.5 وتدخل بالمر التشكيل، لا انا معاك اعمل كده. طبعا. طيب بس على الماتش اللي بعد كده، ماتش كمان يعني مهم جدا بالنسبه لي، لان انا مراهن ان انا جايب ثلاث لعيبه من الارسنال، وفي نفس الوقت الارسنال ده حبيب القلب من جوه فلازم اتكلم عنه، ولابس التيشيرت بتاعه اهو. الماتش زي ده بصوا يا جماعه، اللي حصل الماتش اللي فات ده كوم، واللي هيحصل المره الجايه دي كوم. باختصار الماتش اللي فات ده ما كانش فيه توفيق للناس اللي احنا جبناهم، كلين شيت ضاع باقل اكس جي ممكن تتخيله في حياتك، لان الارسنال مش مركزه، حامله هم ماتش دوري الابطال، نازلين برده مجهزين يعني مش بيلعبوا. اديك شفت قدام باريس سان جيرمان كلين شيت، فهم اللي بيعوزوا يجيبوا كلين شيت ويجزوا ويركزوا بيعملوا كده. طب هل معنى كده ان هم ممكن برضو يعملوا نفس الحركات القرعه دي ونلبس اجوان؟ ما اعتقدش، لان الساوس اصلا ما بيعرفش يجيب اجوان، يعني هي اسام فرقه عقيم حاطين ثلاث اهداف بس. انا عايز اقول لك الماتش اللي فات وهم ما بيلعبش بارمسترونج، ما بيلعبش ببرينتون دياز، بيلعب بديبلينج مهاجم. انت لك ان تتخيل كان بيلعب تسعه. يعني لك ان تتخيل ما بيلعبش بالناس اللي احنا عارفينها، فالراجل ده يعني ايه بيعمل حاجات غريبه ولسه تقريبا مش عارف فريقه كويس، فما تفهمش. فانا اعتقد الارسنال هتكتسح الماتش ده، واعتقد ان ساكا في وجهه نظري ان شاء الله يعني يا جونين واسيست، اسيستين وجون، خد مني عشان الماتش ده ان شاء الله سهل، يا رب يجيب لنا اي حاجه. والفكره ان كمان ان انت لو اتفرجت على ماتش بورنموث مع ساوثهامبتون هتعرف ان الارسنال مش هتكسب اقل من اربعه. بالظبط. بالظبط يعني لو نزلوا هم يجيبوا اهداف، وخلي بالك ايه اللي يخلي ارسنال ينزل في ماتش زي ده يجيب اجوان؟ لان الاجوان في الدوري الانجليزي في اخر السيزون في حاله التعادل في النقط هي اللي بتفرق، مش يعني مش فكره انت كسبت كام ماتش، لا الاجوان دي بتفرق. احنا عارفين الدوري الانجليزي يا جماعه، ده كان في السيزون اللي فات كان هيبقى فرق اهداف، فمن مصلحتك في ماتش زي ده انك تجيب اكبر عدد من الاجوان، لانك ممكن ما تلاقيش الفرصه دي تاني. فاعتقد الارسنال هينزل يحط سكور ان شاء الله. انا متوقع 5-0 للارسنال بكلين شيت، 4-0 بكلين شيت. ماشي قشطه. طيب نجيب مين من الارسنال؟ بص بقى الموضوع محير شويه. اولا انا هقول لك تجيب مين ومفروض تسيب مين. اولا انت مش هينفع تكمل بثلاث لعيبه بعد كده، ده وجهه نظري. الران هيبقى مش اسهل حاجه، دبل دفاعي هيبقى كتير من الارسنال، ده وجهه نظري بعد الماتش ده، ودبل هجومي برضو كتير من الارسنال. المنطق ان انت هيكون معاك بعد الماتش ده اتنين، ادي رقم واحد اكلمك عليه. رقم اتنين، نجيب مين من الارسنال؟ نجيب مين من الارسنال؟ انت قدامك في ماتش زي ده اتنين دبل دفاع، انت كده ضامن نقاطهم كده كده ان شاء الله، واحد من الهجوم وانت ورزقك. وطبعا نجم الفريق قبل اي حاجه ساكا، نجم الفريق. انا وسيمبوس راهنا ان شاء الله هناخد مردود هجومي، وفعلا الحمد لله هافرز اللي راهنا عليه جاب، واتوقع في ماتش زي ده ان هو ان شاء الله هيجيب. بس انت عندك بقى نقطه مهمه جدا، تروسارد طلع بدري في الماتش اللي فات، ومارتينيلي يعتبر كمل الماتش كله، غالبا تروسارد ضامن وقته في الماتش الجاي، دي وجهه نظر. خد بالك هو بيلعب بمارتينيلي وتروسارد الاثنين عشان ما فيش اوديجارد. ايوه بالظبط. لا هو بيلعب بالظبط دلوقتي يا جماعه كانه بيلعب 4-4-2، هافرز وتروسارد مهاجمين، تروسارد طلع بدري فغالبا ضامن مكانه. بس هافرز يا جماعه لسه زي ما هو، هافرز بدني ده المهاجم ما شاء الله ما شاء الله. فانت عندك
وجهه نظر انت بتجيب للجوله دي انت تجيب تروسارد وهافرز ومثلا حد من الدفاع لو انت معاك بالمر مش عايز تجيب ساكا او مثلا تروسارد وساكا وحد من المدافعين انت ودماغك بقى تمام. نجيب مين تاني؟ مارتينيلي خيار حلو. انا كنت لسه هقول لك بصراحه هو مسك الفورمه بتاعت زمان. بس امتى بقى؟ امتى ستيرلينج هيلعب؟ ما دي الفكره. ستيرلينج ده يا جماعه هياخد وقت من حد من الاثنين، يا تروسارد يا اما مارتينيلي. هياخد وقت عشان يريح اللعيبه. بالظبط. مش هياخد وقت اساسي قوي. مش بقول اساسي بس قصدي يعني انت كنت بتكلم نقطه لويس دياز، هو مش هيكمل الماتش لاخره، ومارتينيلي او تولوسارد حد منهم برده مش هيكمل الماتش لاخره. وحاجه كمان، ميرينو رجع ونزل في ماتش دوري الابطال، ميرينو ده لازم هياخد وقت، ومفيش انسب من ماتش زي ده ان انت تبدا تنزل ميرينو. انت جاي هيلعب اساسي على بارتي بعد كده. بالظبط، لانه اساسا حد جاي كبير في السن خبره جاي اساسا يضيف لك على طول، هو جاي جاهز شبه كلافيوري مثلا ما جايبه جايبه لعبه، تيمبر جايبه لعبه، هو مش جايب ميرينو عشان يركنه على الدكه، فهتلاقي في روتيشن. مين المضمونين؟ ساكا هافرز دول اضمن اثنين تجيبهم من المدافعين. طيب جابرييل او صليبه. اكلمك على اخر حد، لو بتقارن لي بين تيمبر وكلافيوري، تيمبر كفته ترجع عندي ارخص اضمن لانه بيلعب على الجهتين، وحتى اعتقد ان هو المفضل في الشمال عن كلافيوري في حاله رجوع بين وايت، فانا اروح مع تيمبر لو ديفرنش. بس اتكلمني على المضمون، انا اجيب جابرييل، ولو هجيب حد اجيب صليبه ما عنديش اي مشكله، او اجيب رايا وخليني في الايه. بس تبعد عن وايت خالص عشان هو عنده اصابه ولسه مش مضمون، ده في نفس الوقت غالي. ده راهي يعني او الهري اللي انا بتكلمه عن الارسنال. طيب اقول لك معلومه كمان، منطقي جدا ان انت لو انت عايز تجيب بالمر وخلاص بيلمع في عينك مع ان رن هيبقى صعب، ساكا انت ممكن تخرج منه بعد الماتش ده وتروح لبالمر بنص مليون او فرق 6 من 10 ايا كان، وتروح في المرتاح وانت كده صح، واعتقد ان ده منطقي جدا. مين يجيب مين من الساوث؟ وانا والله دايما كنت بقول لك مش هنجيب حد من الساوث، بس انا عندي واحد ديبلينج لو انت عايز توفر فلوس، خصوصا انه لاعب 9 بيلعب 9 وبيلعب جناح يمين، والولع على فكره ما شاء الله، يعني هيديك في الماتشات السهله، او لو لقيت جون ممكن يكون هو اللي خسرك في حاجه. انت راكن لعيب على الدكه ب4.5 بيلعب يعتبر مهاجم في فرقته. بالظبط قوي. بالظبط. نخش على الماتش اللي بعده، ماتش الناس مستنياه زي سيمبوس، انا للاسف مش عارف اجيب موبيومو في تشكيلتي للاسف، ودي حاجه وحشه جدا. كل حاجة بس لسه هرد لك على نقطه تمام. انا جاي لك بقى برينتفورد، عندي كلام. برينتفورد هتلعب ولفرهامبتون، على فكره هو الماتش ده في وجهه نظري مش سهل. ليه؟ لان الخصم بتاعهم خصم برينتفورد، ولفرهامبتون مزنوق في ال20 تحت، لازم يحاول يكسب. يقاتل، هينزل يقاتل، هيحارب، لان كمان اللعيبه بتطلع اخر الماتش الفرقه بالامانه بتلعب، يعني مش هقول لك زي مثلا فرقه ساوثهامبتون دي في الشلاحات، ولا زي ليستر بتلعب، بس الرن بتاعتها كانت صعبه جدا ضغط كبير وكمان في اصابات. وفرقه متعوده انها تكون في الدوري الانجليزي ما بتهبطش تمام، فبالتالي هم هينزلوا يموتوا نفسهم، فده ماتش مش سهل. لكن انت عندك برينتفورد الفرقه ذكيه جدا جدا مع مدرب توماس فرانك، انا دايما استخدم لفظ الذكيه دي، فعلا فرقه في تاكتكس يا جماعه بيتعمل. في اسطوره الاهداف الماتشات اللي فاتت كلها في اول الماتش. بالظبط، يعني حتى لما بيلعبوا قدام السيتي فكره الكور الطويله على الجناحين وفي العمق دي كانت، حتى ونزلوا كده، ولما اتسال قالوا له انت بتجيب جون كل ماتش في اول كام ثانيه دي صدفه؟ قال لهم لا ده تاكتكس واحنا متدربين عليه، كل مره بيبقى عنده فكره مختلفه ازاي يخطف جون من الاول. لو قريت تفاصيل الموضوع بقى تستمتع قوي بصراحه. ذكي جدا. ولكن انا عندي الاول توقعي 1-1. ماشي، انت اكيد متوقع سكور لبرينتفورد. 1-1 تمام ماشي. الراجل ده بيغش مني والله العظيم، ما بصيت عنده ولا تقابلنا النهارده اصلا. طيب بصوا يا جماعه، انا ليه بقول 1-1؟ اولا برينتفورد دفاعها ضعيف، ثانيا بقى اللي انا هاجي اقول لك عليه، برينتفورد ارقامها سيئه فوق ما انت تتخيل هجوميا، وده مبرر، توني مشى، ويسا مصاب، والفرقه نفسها بنظام ان هي بتحاول، ده التاكتكس بتاعه، اجيب جون بدري وانام عليه، هي دي الفكره. فلو شفت مش موفقين لان دفاعهم مش احسن حاجه بصراحه. بالظبط، بس عايز اقول لك موبيومو هي الفرقه زي دي هدفها اصلا انها تفضل في الدوري، فهي اللي بتعمله ده حلو جدا جدا. لكن مع وجود الاصابات بتاعتهم. عايز اقول لك موبيومو ارقامه زي الزفت، لازم تكون عارف ارقامه وحشه جدا، بس الراجل بيجي له نص الفرصه بيحطها بيفنش. فهل هيفضل الايه الاداء بتاعه كده موفق ان هو الفرصه اللي بيجي له بيحطها، ولا هتيجي تدقر معاه في مره وتبوظ منه؟ انا من وجهه نظري ان هو مش هيجيب كل جوله. بالظبط، ولازم تتقبل ده، لانه معلش ما هوش بالمر، ما هوش صلاح، ما هوش بريمير، بس في نفس الوقت ممكن يجيب لك
جول من ماتش اصلا برينتفورد ما بتلعبش ليه؟ لانه مع ضربات الجزاء بس ومع الركنيات اللي ممكن اي حد من الطوال يجيبها، فهو اختياره في رايي في السعر ده مفيش منافس له نهائي، فانا مع اختياره قلبا وقالبا. مع الرن كويسه طبعا. اه لكن هتقول لي بقى كيفن شيد كارفايو ده لاعب، انا بصراحه ما اروحش سكه مع الناس دي، ولا اروح مع دفاع برينتفورد نهائي. بس ولا احنا متاكدين منه ان ولفرهامبتون هتسجل لان هي هتنزل تستموي. ده حقيقي، ولا انا من انصار فليكن يا جماعه، انا مجربه السنه اللي فاتت وهو اصلا حاجه هيجيب لك تصديات بس ما فيش كلين شيت، بس هو مش مميز وممكن في جوله على فكره اصفار يعني لو يعني مثلا بيلعب فرقه هاي كواليتي في الفينش هو يتشاط عليه كور اللي هتخش شكرا بس ويطلع لكش باي حاجه، كلين شيت مش هيجيبه. فما تتغرش بالرن. كان زمان ايام هنري ولما كان هنري الباك الشمال كان وكان عندهم كذا مدافع عليه القيمه الفرقه دي كانت حلوه دفاعيا. برينتفورد بيني وبينك لما كان الناس فايقه بقى ما عادش الكلام ده يا جماعه. نخش نجيب مين من ولفرهامبتون؟ من ولفرهامبتون هو الرن هتبدا تحلو امتى؟ الرن هتحلو من الجوله التاسعه. انت ممكن على فكره تبدر وتجيب يعني لان الماتش ده سهل اللي بعده صعب، بس ممكن اللي هو تخطف واحد تحط دكه الماتش الجاي او تراهن عليه. انا ما عنديش غير كونيا بصراحه. بالظبط ده اللي رشحه. جامد بصراحه جامد. الراجل اداء في الملعب وعلى عهد دايما بيسجل. عايز اقول لك ان هو الوحيد المهاجم الوحيد في اللعبه اللي معاه الضربات الركنيه والكور الثابته. دي ميزة رهيبة في المهاجم. طفلك جول واسيست. سيمبوس كان مرة بيرد عليا بيقول لي ايه؟ معاه ضربات الجزاء. بيقول لي طب ما هو كده مش حلو، ما هو اللي بيرفع. بقول لك ما هو بيرفع بس هيجيب اسيست واللعب المفتوح هو اللي يجيب اجوان، فدي حاجة حلوة قوي. الراجل في اللعب المفتوح فينش ولا اروع يا جماعة، وتحركات بصراحة مميزة جدا. اقول لك انا هجيبه في الرن السهل. طب انا اقول لك على اختيار تاني. انا بس المشكله ان في اختيارات كتير في المهاجمين. انا اقول لك على اختيار تاني شايفه حلو جدا، ايت نوري والله باربعه ونص. مفيش اختيار باربعه ونص حلو يا جدعان، طبعا غير روبنسون اللي ما عادش باربعه ونص. ما هو ايت نوري ده هيبقى بديل روبنسون بقى لما الرن تحلو. ايوه بس انت اصلا الرن هتحلو من الجوله التاسعه يعني بعد جولتين، يعني الجوله دي اصلا جوله بس هتحلو بغباء. اه بس ده ماتش سهل، انا ممكن اجيب ايت نوري في الماتش ده اريحه الماتش الجاي على الدكه، العبه الماتش اللي بعده ويمكن يجيب لي حاجه. الراجل بيلعب باربعه ونص جناح مهاجم. فاختيار انا لو بعمل وايلد كارد انا هجيب ايت نوري. وش مش من السيزون ده بس يا جماعه، ده السيزونات اللي فاتت كلها كانت متواضعه. احنا عارفين قيمته. طيب نخش بعد كده على ماتش احنا مستنيينه برضه، عم سيمبوس ليستر وبورنموس. تخيل بقينا بنستنى بورنموس. حاج سيمينيو. حاج سيمينيو. طبعا انا كلمتكم على ترافينير اللي عمل اسيست، وانا كلمتكم على ويسكوك عمل اسيست. اه ده حقيقه. وانا كلمتك على ايفانيلسون وقلت لك ان هو هيحلو وجايبينه مكان سولانكي. وهنجيب الماتش الجاي ايفانيلسون. وعلى فكره ده شيء منطقي لفرقه بتلعب اداء حلو جدا. انا والله بتفرج انا وسيبوس مستمتعين ببورنموث. يعني كنا عايزين نصور. لا انا هنتفرج على شغل. لا ممتعين جدا يا جماعه، الفرقه بتقدم كوره، هي فرقه حلوه جدا. اما المنافس بتاعهم فهو ليستر. الماتش ده مبدئيا انا بتوقعه فوز لبورنموث مش بسهوله 2-1 على ليستر. ماشي انا توقعت 1-1. ماشي الحمد لله اختلفنا اهو. طيب على ارض ليستر بس مش حاجه. ده حقيقه. انا بس مرجح بورنموس عشان قوتها الهجوميه الجباره، عندها كرياتيفيتي وعندها ناس واثقه من نفسها وتلعب حلو. وعندها سيمينيو اللي فايق قوي يا جماعه وارقامه تخض. يعني انا بطلع لكم في فيديو اقول لكم ارقامه بقى المرعبه. تمام. ليستر نجيب منها مين؟ بص مش معنى ان جاستن راح جاب لك جونين انا ما برجحلكش حد من دفاع ليستر غير الناس الرخيصه. لو انت عايز تجيب حارس ليستر، لو انت بتكلمني في حارس رخيص يجيب لك تصديات، هي نفس فكره فليكن. وشايف ان هو اقارن بين حارس ليستر وفليكن هجيب فليكن. انا هجيب حارس ليستر. ليه؟ حارس كواليتي بتاعه احلى بكتير من فليكن. بيصد يا جدعان. الفرقه اقوى. والله مش هيفعل اقوى ولا حاجه. لا بس مش زي ليستر طبعا. ماشي بس هو فكره اصلا انا بجيب حارس تصديات. انا لو انا هجيب سيلز بامانه والله لو معيش مدافع من نوتنجهام انا اروح لفرقه واقفه على رجلها ممكن تجيب لي كلين شيت. مشكلتي مع سيلز ان هو يا اما هيجيب لك كلين شيت يا اما مش هيجيب حاجه، لان اصلا ما بروحش على هجمات كتير. ما هو احسن ما يجيبش حاجه خالص. ماشي هي بص هي والله فكر فيها كتير. محدش هيقتنع بالكلام ده بس انا طول عمري بقول الحارس ده انت وحظك. بالظبط ده حقيقي. انت وحظك فعلا. انا عن نفسي مين يصدق ان سانشيز يصد ضربه جزاء؟ مين يصدق ان اونانا يصد ضربه جزاء؟ بالظبط. ما هي ارزاق. طيب لسه نجيب منها مين من الهجوم؟ في ناس انا شفتها منهم صاحبنا بعت لنا الوايلد كارد اعمله جايب فاردي. يا جماعه انا ضد فاردي تماما. فاردي شاط الى الان في الدوري 3 شوط. انا بس شكرا انا بقول لك مع صحيح. الراجل لا اكس جي ولا شوط ولا اي حاجه ولا ارقام ولا اي حاجه تدل ان انت تجيبه. راجل عجوز اخرك هيجيب لك ضربه جزاء او اسبرنتايه حلوه من اللي عنده، بس الفرقه ما بتخلقش حاجه اصلا. فبالتالي انت شفت دول اصلا ما خلقوش حاجه وصدف.
فانت في الاول وفي الاخر لا انا شايف فاردي لا في مهاجمين احسن منه، لو بتكلم على ديلاب مثلا احسن منه. طيب حد تاني ما في ديدي ممكن 5 و3 وايه نديدي ونديدي ده بيلعب ايه معرفش خط النص في خط النص إيه بس انا ما في ديدي انا يعني على الاقل عارفه كنت متابعه في التشامبيونشيب عارف ان هو لعيب جامد فاعتقد ان هو هيبقى اختيار كويس لو انت عايز ترخص بس انا مش مع ليستر نهائي. بس الميزه عندهم ان عندهم ران سهل فانت ممكن تروح عشان الران لكن الفرقه مش مبشره بامان. لا وفي ناس باسعار رخيصه في فرق احسن من ليستر، يعني انا مش رايح اجيب حد من ليستر لما ممكن اجيب ماكتايل اللي هو يلعب في ايفرتون رانها حلوه جدا هنجيلكم دلوقتي ماشي. سيمبوس انت طبعا هتقول احنا هنجيب من بورنموس لجوله واحده عشان الران بتاعهم اكيد صعب. لجوله واحده سيمينيو لجوله واحده. طب انت ممكن ده سؤال ليك انا لان انا في لا ما انت لو معكش سيمينيو ما تروحش تشتريه. لا انا بقى في الوضع ده انا معايا سيمينيو انت رايك بعد الجوله الجايه دي يبيعه ولا يحتفظ بيه؟ انا من وجهه نظري المتواضعه التي لا قيمه لها هتبيعه وتجيب ماكتايل. تمام طب حتى لو معايا دي انسب حاجه اديك انا معايا كالفرت دبل من ايفرتون ايه المشكله ده الرن احسن رن ماشي كلها حلبسه ماشي اقتنعت. طيب نجيب لي جوله واحده تاني حد غير سيمينيو؟ لا انا قصدي لو انا بقول لك لو مش معاك اصلا ما تشتريهوش خلاص تجيبه جوله وتضيع ترانسفرات. لا إيه؟ في ناس هتعمل وايلد كارد في التوقف الدولي فهيجيبوه ممكن يجيبوا الجوله واحده ممكن يدبلوا. لا هي كفايه الماتش ده مش هيبقى سهل قوي يا جدعان على ارض ليستر برضو الموضوع مش بالسهوله دي. نخش بعد كده على ماتش احنا مستنيينه اكيد منتظر بقى التنين عشان نشوف التنين هيعمل ايه. بقى حرام عليك. مانشستر سيتي وفولهام انا متوقع مبدئيا كده مانشستر سيتي هتكسب 2-0 3-1 انا المره دي قلت بقى ايه اللي انا قلت بقى المره دي الناس مش متوقعه إيه كلين شيت من مانشستر سيتي فهتجيب مش لا دي لسه جايبه في الابطال يعني ما جايبه كلين شيت ممكن يجيبوا تاني. طيب اورتيجا اللي كان واقف على فكره للعلم يعني الماتش ده للامانه انا مش متوقعه ماتش سهل عشان كده اديت 2 بس واتنين ده على فكره حاسس انها صعبه كمان اللي مرجح لي بس الموضوع انها على ارض السيتي في الاتحاد تمام. ولكن الماتش ده مش سهل ليه؟ فولهام من الفرق الحلوه جدا قويه جدا جدا دفاعيا مع سيلفا المدرب بتاعهم مدرب بيعرف يتكتك ويكاتشن وهيعمل شغل عالي تنوع العناصر عندهم ناس كتير بتخلق فرص ناس كتير بتفنش كويس جدا. تخيل مع دفاعهم الحلو ده جابوا اندرسن اللي هو كان في كريستال بس اللي فارق جدا معاهم جابوا كلين شيت الجوله اللي فاتت بالظبط تقريبا الفرقه الوحيده لا هم وحد كمان انا مش قادر توتنهام هم الاثنين اللي جابوا اثنين كلين شيت في الجوله اللي فاتت منهم فولهام فانا شايف الماتش مش سهل مش هيبقى يعني المفروض مش هيبقى فيه اهداف كتير فانا اقول لك بقى نجيب مين من السيتي طبعا باستثناء التنين مش هنتكلم عليه واللي عايزك بالمناسبه ما تقلقش ان عم التنين بلانك ومش بلانك عادي ما هو اكيد في اي بني ادم في الكون ممكن يبلانك كل لعبه بجيب لك كل جوله دي ما بتحصلش تقريبا صلاح عملها قبل كده مره مع العلم ان هو شاط 5 شوط وكان ممكن يجيب يعني بس هو كان عنده المفروض اللي اتقال بعدها ان هو كادما لما التحم مع شار كان بيلعب على اصابه طول الماتش كان بين التعوير اللي كانت باينه كان بيلعب على اصابه طول الماتش والماتش برضه ما كانش بس سهل بس في الابطال عادي ونيوكاسل عمل وجاب جون في الابطال. طيب ان شاء الله هالاند هيكافئنا اعتقد ان هو ممكن يجيب جون او ممكن يجيب الاثنين ان شاء الله. طيب نجيب مين تاني بقى دي المعضله. طيب اقول لك ايه بقى تقول اللي في دماغي اقول لك ايه طبعا ريكو لويس مازال اختيار كويس لو انت مكفر بواحد على الدكه غير كده انت بتغامر بس لعب الماتش كامل في الابطال ما هو لسه عشان اقول كده تمام. ووكر ما لعبش ووكر يلعب جيفارديول يتقدم ووكر ما يلعبش جيفارديول سنتر باك فانت ورزقك لو انت هتجيب جيفارديول هو مازال اختيار كويس لانك على الاقل هو ضامن على الاقل المفروض ان هو ضامن مركزه. في رايي ان هو بعد اللي حصل فيه الماتش اللي فات واعتقد ان هو هيبدا يا زافينيو يا اما هيبدا بدوكو واعتقد مين لويس ما في الغالب هيلعب بنص ملعب انا ده توقعي ان هيفضل نص ملعب بس تمام. الفكره يا جماعه ان انت طول ما انت معاك لويس فانت هتبقى هتفضل في الصداع ده بالظبط كل جوله هيبدا مش هيبدا وده هيحتم عليك ان انت لو قررت تجيب حد تالت انت برضه مقلق ان الاثنين يحصل لهم روتيشن يعني تخلي يبقى حظك فقر والاثنين يقعدوا تمام. الفكره يا جماعه ان لما يلعب ريكو لويس انا عايز اقول لك الاكس جي بتاعه بالنسبه للمدافع مرعب انا مش فاكر الرقم بالظبط عشان ما افتيش بس هو بالنسبه للمدافع حلو جدا هو صنع 3 اهداف لهالاند هالاند جاب منهم 1 يعني لكن انت تخيل هو بحفروك في الملعب كده وبيزيد ولكن احنا لحد دلوقتي احنا مش موفقين معاه. طيب مين بقى اللي بيلمع قوي وتفكر فيه قوي
المعلم الكبير في الفودن. اكيد يا جماعه اكيد ده اللي لازم يتجاب. مان اوف ذا ماتش في الماتش اللي فات في الابطال، بدا يمسك فورمه وبدا بالزبط. يفوق من العيه بتاعه، جون واسيست. الراجل برضو لما لعب ماتش وخد وقته، الراجل متالق حتى لو كان ماتش سهل، ولكن فودن قيمه وقامه. ومن الاختيارات اللي هتفكر فيها جامد جامد جدا، لانه خلي بالك هو كده مريح، فالمفروض هياخد وقت، يعني هو اكيد مش جاي يقعد روتيشن بقى، فاعتقد ان هو هياخد فرصه كبيره في الايام الجايه. فودن اختيار حلو جدا، ممكن يكون ديفرنشال قوي لو انت عايز تنزل من ساكا تنزل لفودن. احنا عارفين طبعا ان فودن من الناس الانفجاريه يا جماعه، جونين وهاتريك وعادي جدا بالحب يعني. وده اللي ممكن يفرقك عن حد مقرر 100% ان هو هيطلع من ساكا لبالمر، ان هو ينزل من ساكا لفودن ويراهن على ان ران بالمر مش احسن حاجه، وممكن اخد انفجار من فودن وما اخدش من بالمر. حلوه جدا بصراحه. بالظبط. لو فودن ده بدا يلعب اساسي زي السيزون اللي فات بالظبط، لا انا بصراحه انا هطلع من ساكا لفودن مش هطلع من ساكا لبالمر. طب خش لي يا عم سيمبوس على فولهام، نجيب منها مين؟ فولهام تجيب منها مين؟ انا شايف اختيار بيلمع في عيني دلوقتي اللي هو راؤول. طبعا طبعا فتاك بدا يلعب اساسي على مونس، دي اول حاجه. الراجل معاه ضربات الجزاء، تاني حاجه الراجل بقى احنا عارفينه على قديمه يا جماعه، الراجل مع ولفرهامبتون كان نجم جدا، وهو عامل نفس الاداء السيزون ده يعتبر من ساعه ما بدا يلعب على مونس. على فكره لحد دلوقتي هو ثلاث ماتشات ورا بعض بيسجل، يعني لك انت تتخيل. بقول لك الميزه الرابعه ان سعره 5.5. جمدان. لقطه اللقطه جمدان شاطف كده جمدان. وعلى فكره الرام بتاعهم احنا كنا عاملين ماتش صعب صعب، لقيناه سهل حلو او متوازن. فانت ممكن تفكر في مهاجم رخيص زي الفل، اعتقد ان هو اختيار جامد. في مهاجم بالسعر ده بنفس الحلاوه 5.5 بالظبط يا عم سيمبوس. الماتش اللي بعده بقى اعتقد ان احنا مش مستنيينه قوي، ما عندناش منه اختيارات كتير، لان انا مستنيه، لان مستني اول كلين شيت من عم اريولا، فان شاء الله يعملها. ويمكن انا عشان كده توقعي، لا ان شاء الله هيجيب دي لبا هيحط جول يا عم ان شاء الله. اللي انت اكيد مستني ان انا اقول لك، عشان انت بتعمل وايلد كارد او جبت فعلا من عناصر واستهام او بتفكر فيهم وبتفكر برضو في المهاجم ديلاب، فاحنا هنتكلم عن كل ده. توقعي مبدئيا كده ان وستهام هتجيب كلين شيت 4-0، وده هيكون تاني كلين شيت ليهم باذن الله، لان اعتقد لازم يكون في رده فعل وممكن جدا يعملوها في الماتش ده. تمام. انا متوقع 2-2. هقول لك ليه. دفاع وستهام يعني مش قانعني بذره بصراحه. ده حقيقه ده حقيقه. فانا متوقع ان هم هيلبسوا عادي جدا. ده حقيقه، ولكن عشان انا بقى توقعت 2-2 بصراحه. الكلام ده منطقي، بس انا اريولا عشان اريولا اريولا توقع عاطفي يا جماعه، ماليش دعوه. هو هيتحسنوا، انا كان وجهه نظري ان هم هيتحسنوا، فهم لازم يتحسنوا بقى. ما هو مش ممكن يعني هندرسون يجيب كلين شيت وعم اريولا ما يجيبش ولا كلين شيت يعني. انا كنت هتوقع مكسب ابسوتش والله، يعني قلت ماشي. شكرا يا عم سيمبوس. خليها 2-2. طب يا جماعه اكتب لنا بالذات بقى توقعك للماتش ده، وان شاء الله اريولا كلين شيت. طيب وست هام نجيب منها مين؟ بص وست هام حاليا ما تجيبش منها حد. ليه؟ انا كنت بقول لك هات بوين، هات بوين. مش مقنعه بصراحه. لحد دلوقتي ما فيش ارض صلبه. فيها نجوم فيها عناصر، بس حاسس ان لوبوتيجي صح؟ لوبوتيجي حاسه بيخرف. لوبوتيجي واضح جدا ان هم يعني وست هام دي ممكن الفرقه دي تحسن جامد، بس واضح ان لسه مش دلوقتي. الفرقه لا منسجمه ولا المدرب عارف يسيطر ولا العناصر راكبه على بعض. ولا سامرفيل ده انت جايبه ليه عشان تنزله في اخر الماتش؟ ولا فولكروج جيت صاب، يعني الدنيا تايهه كده. والدفاع المفروض ان هو حلو، وان بيساكا وكلمن ومش عارف ايه. فين يا جدعان الرجاله؟ ما نعرفش. الموضوع اتحسن، بس هم مشكلتهم يا جماعه يعني مش هنتكلم بقى في الحتت دي، بس مشكله عندهم في العمق. في العمق. وانا حاسس مشكله مدرب بامانه الله، يعني انا حاسس الفرقه دي بالعناصر اللي فيها، لا ما كان ديفيد مويس احسن من كده يعني، ما كانش بيبدا حتى مقارنه. بصراحه يعني مويس لو كنت جبت له الصفقات دي كان هيعمل احسن من كده بامانه. كان اقل امكانيات من دي، وكان ده كان بيعمل المرتدة لوز اللوز، كان يرمي البوينج او كنا بنشوف اجوان حلوه. طيب بس نجيب. ممكن تخطف بوين، ممكن تخطف بوين كدا. بس انت ورزقك، انت ورزقك بصراحه. بس إيه. بصراحه يعني كحد موجود ضربات الجزاء يا جماعه، بوين برضو غالي يا عم. انا معلش انا ارخص منه وجبت روسارد. روسارد بصراحه أو اي حد من توتنهام في الرن الجميل او توتنهام يعني بصراحه. لا في ناس وماديسون هانجل، خليك مع المنطق ومع الفرق القويه، ما تروحش الفرقه واقعه وتقعد تقول زي ايزي كده ان شاء الله يفوق ان شاء الله يجيب. ما بيجيبش يا جدعان، يعمل لك جوله واحده وينام خمس جولات. ابسويتش نجيب مين؟ ابسويتش هنجيب مين؟ كنت بالطبيعي بقول لك هنجيب مين، مش هيجيب فيا في الماتش ده في اريول. كنت في الطبيعي اقول لك ما تجيبش حد من ابسويتش، اقول لك سام مورتي نقعد نضحك وبتاع وهاها، بس هقول لك تجيب ديلاب. بس في نفس الوقت هنبهك لحاجه، لو انت بتقارن بين ديلاب، وان شاء الله هنعمل لكم فيديو مقارنات، لو انت بتقارن بين ديلاب وبين راؤول خيمينيز، لا انا بصراحه اختار راؤول خيمينيز بنفس السعر. مع ضربات الجزاء بالنسبه لي نظرا لقوه الفريق مش عشان حاجه. بالظبط، وفرق احسن.
تمام انا مقتنع، بس هو ديلاب ممكن يبقى خطف، يبقى خطف عادي. في اختيار تاني خطفه حلو قوي، الجريفز يعني المدافع، لا ديفيز، ديفيز ديفيز بس 4.5 عامل يا جدعان باين اعتقد 9 عرضيات او حاجه زي كده. ما احنا عارفين ارقامه في الشامبيونشيب اسيست بالهبل 18 وانا 19. الماتش اللي فات الماتش اللي فات عامل كم فرص، بس المشكله ان دي برضو ابسويتش يعني ممكن يقعد يخلق في الفور. ممكن 4.5 دول انا راح ادفعهم في فاندي فين بصراحه. طيب هنيجي لفاندي فين. طيب نخش على ماتش انا مستنيه قوي بقى، لان انا خلاص طهقت وزهقت. كالفرت لوين انا جبته في الوايلد كارد، حطيته على الدكه اول مره جاب لي 6 نقط، قمت ملعبه ماتشين نقطتين في نقطه، فيعني مش فاهم انا حظي وحش قوي مع ايفرتون. يعني مايكولينكو في اول السيزون وبعد كده حظك وحش عموما يعني. ده حقيقه، ده حقيقه. طيب كالفرت لوين ممكن يجيب ماتش زي ده، المفروض على ورق الماتش ده اصعب من اللي فاتوا، ولكن الماتشات الجايه حلوه. طيب بس كالفرت لوين ممكن يجيب؟ ممكن يجيب ماشي، بس خلينا نتكلم الاول على التوقع. انا متوقع 2-2، اتوقع الماتش ده فيه اهداف نظرا لان الفرقتين دفاعهم اتحسن، بان جدا في ماتش نيوكاسل قدام السيتي، وبان جدا في ايفرتون في الماتش اللي فات لما قدروا ان هم يكسبوا 2-1. انا مش فاكر بيلعبوا كريستال ولا كان مين، مش فاكر، كريستال تقريبا. فشايف ان في تحسن مع رجوع برينس ويتو كده، فاعتقد ان برضو التحسن لسه مش كامل للفرقتين، فهيبقى في اهداف 2-2. تمام. انا بالنسبه يعني بغض النظر عن قوه نيوكاسل قدام السيتي، بس انا كان يعني انا من وجهه نظري انه كان ادرينالين بقى وحماسه وملعبهم وملعبنا وبتاع، بس هنا بيلعبوا قوي وقدام ايفرتون اللي بدا يتحسن دفاعيا، وبدانا نشوف كده يعني الماتش اللي فات دخل فيهم جول واحد بس. تمام، كسبوا 2. فانا في رايي ان ايفرتون هتفجر المفاجاه الجوله دي وهتكسب بقى بكلين شيت 1-0. يا ريت يا ريت يا عم سيمبوس يكون كالفرت لون اللي حط الجول. ايفرتون اللي هتكسب مش نيوكاسل. طيب نجيب مين من ايفرتون؟ بص هو في اختيارات بتلمع كده، كالفرت لوين تمام اللي ممكن يبقى وود فانت ورزقك، بس كالفرت لوين اختيار يعني الرن بتاعه اسهل، بس وود فرقته مقنعه اكتر. هو انت ورزقك فعلا، لان تمام؟ لو تفتكر الجوله اللي فاتت قعدنا نقارن بين الاثنين، كالفرت ولا وود، والاثنين بلانكو. الاثنين بلانكو تمام، عشان مهاجمين بسته يا جماعه، انت بتتكلم في فرقه برده مش احسن فرقه في الكوكب، بس برده مهاجمين يعني الناس هتقول لك ما هم ضربات الجزاء ممكن ما يبلانكوش. ما هي دي النقطه اللي انا بكلمك فيها، وكالفرت لوين شكله في الملعب مش وحش ده مبدئيا. طيب ماكنيل اختيار ممتاز جدا للي عايز يطلع مثلا من سيمينيو، اللي عايز ينزل حتى من ايزي، ولكن عايز اقول لك ان هو ستيل ماكنيل اللي بيلعب في ايفرتون، لو مستني منه 15 نقطه كل جوله مفيش الكلام. لا مش كل جوله طبعا، مش طماع يعني، انت طماع قوي بالظبط. مين تاني بقى؟ انا عايز اقول لك برينس ويت ممكن يبقى خاطفه مع الوقت في الران السهل اللي جاي، ممكن مايكولينكو اللي رخيص خالص تمام، فانت ممكن تخطئ. عايز اقول لك ممكن بيكفورد اللي يبدا بعد كده يجيب لك تصديات وكل شيء. احنا عارفين ايفرتون وعارفين هتظبط بيعمل ايه، ليه؟ لان كان عندهم اصابات وعندهم نجم في الدفاع. تخيل نفترض مثلا صليبه تصف الارسنال يعني، فهمت؟ روبن دياش مثلا واللعيبه الباقيين كسر، انت بتتكلم في واحد مهم جدا جدا في الفرقه ورا. برنس ويت ده كان نجم الفريق السنه اللي فاتت، اليونايتد كانت عايزاه يا جماعه بالظبط، الراجل جامد يعني. وسعره بقى مغري جدا ان انت تجيبه. تمام، دي اختياراتي، وشايف والله بيكفورد اللي بيعمل الوايلد كارد قدام ممكن يبقى اختيار كويس ب 5 مليون يمكن اقل من 5 مليون كمان. نجيب مين من نيوكاسل؟ بالنسبه لنيوكاسل يا جماعه، ايزاك طول عمره اختيار كويس، بس حاليا الاصابات بقى والحاجات دي وان هو مش فورم، فاحنا هنتجاهل الكلام عليه. لو حاليا هقول لك تجيب من نيوكاسل، فهو وجهه نظري جوردون. ايوه جوردون لحد الان يعني فرقه وحشه، هو بيلعب حلو، ده رقم واحد. تاني حاجه ضربات الجزاء، بيمسك ضربات الجزاء، وغالبا ايزاك ممكن ما يرجعش الماتش الجاي، غالبا هو اللي بيتسبب في ضربات الجزاء. وهو اللي هيشوط في البونص، لا ده هو اللي هيشوط كمان لو ايزاك مش موجود. طيب كده يبقى خلصنا يوم السبت يا جدعان، بينا نخش على يوم الاحد، هيبدا بماتش قوي جدا المفروض على الورق، ولكن يا رب يعني نشوف ماتش قوي، ما نشوفش تهريج تاني من اليونايتد. لمعلوماتك برونو فرنانديز هو اطرد، ولكن هم عملوا استئناف على الطرد واتقبل، فهو حاليا يقدر يلعب ده لو لعب وما عادش ايه عدك معانا على رايس، بس يلا سبحان الله، مع ان اقسم بالله شايفها طرد صريح، انا مش فاهم ازاي ورايس لما ده سبحان الله، فلك ان تتخيل يعني اليونايتد صعبان عليهم، فقال لك بالظبط بلاش نفتري على الناس هم غلبانين. طيب ماتش زي ده انا في رايي هيبقى ماتش سهل لاستون فيلا، ده من وجهه نظري تمام، ومش هل هيبقى سهل لاستون فيلا برغم ان هم بيلعبوا في الابطال؟ سهل. انا شايف استون فيلا عندها اساسا هجوميا على الاقل، يعني هي استون فيلا هتلبس بس هتجيب جوان اكتر، ليه؟ عندها اللي يخلص تمام. استون فيلا في رايي هتكسب 3-1. وانا في رايي هتكسب 2-1.
2-1. طيب استون فيلا نجيب منها مين؟ بص انت ممكن تدبل من استون فيلا، خد مني روجرز وواتكنز. واتكنز على فكره رجع واتكنز، تمام؟ روجرز بالنسبه لسعره لقطه اللقطه. ليه؟ انت حتى لو بيجيب لك كل ماتشين 3 نقط، هو جاب لحد الماتشين اللي فاتوا هم، يعني انا كنت جبت روجرز تقريبا في الوايلد كارد حاجه زي كده، ما جابليش، وبعدين رجع بعدها بجولتين برضه ما جابش. بعدها لحد ما جاب اسيستين، جاب لي اسيستين خد 10 نقط، بعد كده 7 نقط، فقشطه 17 نقطه من اللعيب ب 5 مليون. احسن لعيب بسعره. حلو جدا جدا. مش خمسه بس، خمسه واثنين. تمام؟ انا نسيت اقول لكم على ويست هام ان سوتشيك بيلعب رقم 10، اختيار ممتاز وممكن تفكر فيه، بس نستنى نشوف منه امارات كمان. تمام؟ بمناسبه يعني الايه؟ ال 5 مليون. طيب واتكنز، حاسس ان واتكنز رجع فورمه. انا حاسس لا خلاف على واتكنز يا جماعه، راجل نجم جامد، راجل نجم وهداف، يعني بيلعب كده كده بيجيب، تحس ان هو بيجيب نقط في اخر الماتش كده باريحيه، يعني في الاخر تلاقي طالع ب 11 نقطه 9 نقط 12 عايز نقطه. عايز اقول لك ساعات ما بلانك بيعمل اسيست بالظبط، ده البلانك بتاعه، لان هو مهم، مهم قوي في الفرقه، والفرص بتروح عليه، وفرقته حلوه بتهاجم، حلوه جدا بتهاجم، ودي حاجه وشرسه جدا. بس لسه لحد دلوقتي ما اعرفش معاه ضربات الجزاء ولا لا، بس غالبا معاه. مش عارف ولا روجرز اللي هيشوط على فكره، بيقولوا غالبا ممكن روجرز يكون مع ضربات الجزاء، هتبقى حلوه قوي يا جماعه دي. دي ده جمدان، ما تكلمونيش بقى ان انا معيش روجرز. لا انت لو كده لو ادوا شوط ضربه جزاء واحده اقسم بالله بيع وتجيب، يعني اصل ضربات الجزاء 5 مليون لا، وفرقه بتهاجم. طيب نجيب حد من الدفاع، انا قلت لكم ما سمعتوش كلامي، قلت لكم يا جماعه دفاع استون فيلا في الزرومبيح، انت اللي ما سمعتش كلام اخوك، قلت لك استون فيلا دي ياما شلتني يا جدعان، ما انا مش اول مره العب فانتازي. استون فيلا عندها مشكله دايما في دفاعها، حتى لو لعبوا حلو ما بيركزوش، وعايز اقول لك ممكن يجيبوا كلين شيت في ماتش صعب من كتر الادرينالين والحماسه، وانا امري ويجوا في ماتش سهل الجون بيدخل كده، يعني هما فرقه بتهاجم وتفتح مساحات شبه توتنهام، شبه الافكار دي اللي هي فرقه بتهجم جامد، بس انت هتجيب فيها جون انا هجيب فيك ثلاثه، بس ما تارجتش المدافعين. انا في رايي وما زال اونانا في وجهه نظري اختيار مش كويس، لو تعرف تنقل منه لروجرز في نفس الفريق فهو اختيار حلو. كده كده روجرز هيعديه في التوتال. تمام، دي اختيارات اللي انا شايفها من وجهه نظري، وما زلت شايف مارتينيز حارس المرمى غالي بسعره، غالي بالنسبه لسعره، لان بالظبط مفيش كلين شيت، ما يجيبش كلين شيت. تمام، نجيب مين بالنسبه لمانشستر يونايتد؟ والله يعني انا مش عارف اقول ايه، بس هقنعك بالمنطق. دلوقتي زيركسي بيعمل روتيشن مع ويلاند، جراناتشو بيعمل روتيشن مع اماد، برونو مش في احسن حالاته، مش احسن حاجه، المدافعين مشكله، يعني كلين شيت دي بتبقى كل فين وفين، يعني لسه لابسين ثلاثه وقبلهم ثلاثه، فيعني جابوا اثنين كلين شيت في النص، بس ده مش مقياس. بس هو كان مزراوي والله، يعني انا مش عارف اقول لك هاته ولا لا، هو مدافع حلو جدا وشكله حلو في الملعب، بس الفرقه يا جماعه مش متزنه، مش اللجنه اجيب منها حد، في فرق تانية اولى. انا لو انا والله يا سيمبوس هبيع منها، انا فجاه ممكن تلاقي المدرب يتقال فجاه، انا بيع. هو الفرقه حاليا مش مستقره خالص يا جماعه، ممكن تخسر كل الماتشات اللي جايه يعني. بالظبط، او ثلاث اربع ماتشات كمان بالظبط، يعني ممكن يكون هدفهم يوقعوا اصلا تنهاج. انا عايز اقول لك ماتش توتنهام ده خلص 3 مع الرقفه، اقسم بالله كانت هتبقى فضيحه يا جماعه. بالظبط ده حقيقي، الاول بس هجمات بالكوم وفرص محققه، مش اي هجمات وخلاص يعني. فانا ما انصحكش بصراحه، ولا حتى اونانا الحارس، ابعد خالص عن يونايتد لحد ما تستقر. وبالنسبه لراشفورد انا عارف ان هو يعني ابتدى يفوق شويه من زي السيزون اللي فات، بس برده الفرقه مش مستقره، فما انصحكش خالص، ابعد اهرب يا ويلي، ابعد. طيب نخش على ماتش بعد كده، تشيلسي ونوتنجهام فورست. ماشي، انا هكلمك على حاجه، ان الناس راحت جابت بالمر، منطقي جدا، الراجل خرافي، احسن لاعب يمكن في الدوري الانجليزي، مقنع جدا، ومش اول سيزون يعمل كده، يعني ينفجر يجيب اهداف، لعيب قيمه وقامه، ودي حقيقه ومحدش يركب. وجود سانشو يا جماعه، الراجل بقى بيتقدم، بالمر بتاع السيزون اللي فات بالظبط. ولكن الماتش الجاي على الورق بيلعبوا احسن فرقه، رابع احسن فرقه دفاعيا في الدوري، والفرقه اللي كسبت ليفربول على ملعبها بالظبط، وفرقه لما لعبت حتى فولهام الماتش اللي فات جون دخل فيها بالعافيه، اللي هو ضربه جزاء من براؤول خيمينيز. تمام، فالفرقه المفروض نظريا مش هتبقى زي برايتون اللي بتفتح مساحات، فالمفروض ان بالمر ما يخربهاش. فانت جايب بالمر عشان السوبر هاتريك تاني، انا ما اعتقدش، الله اعلم، ممكن كل حاجه تحصل، بس مش معنى كده، بس مش معنى كده انه مش هيجيب دبل ديجيتس، ممكن بالزبط. يجيب نقط ممكن حلوه يجيب. جدا، او ممكن الماتش يخلص لان بالمر نجم، بس كانفجار زي الجوله اللي فاتت لا ما اعتقدش، ما اعتقدش. تمام، انا في وجهه نظري الماتش زي ده هيخلص بصعوبه 1-0، ومرجح ده لان تشيلسي على ارضها، ولان تشيلسي اقوى هجوميا، لكن شايف ان نوتنجهام بتعاني في انها توصل، وان ممكن السيناريو يختلف خالص، ضربه ثابته، وده عند في مشاكل في عند تشيلسي، وودي يجيبها مثلا، او اي حاجه تحصل، او شوطه من بعيد من هودسون اودوي، ايا كان، نوتنجهام فورست، بس انا توقعي 1-0.
انا زيك بالظبط سبحان الله. ماشي. 1-0 برضو لتشيلسي. نجيب مين من تشيلسي؟ بالمر طبعا اختيار كويس، ولكن انا عن نفسي ما اروحلوش. انا يعني اللي حصل ده حاجة جامدة جدا من بره، بس انا متوقع انها تتكرر في كل ماتش، انا ما اعتقدش، وشايف ان الرام بتاعه صعب، ولكن انت لو معاك او جبته، لا انت جايب لعيب بريميوم ممكن يجيب في اي حد. سيبه بقى هجيب في اي حد طبعا. يجيب في اي حد، بس الانفجار الرهيبة انا ما اتوقعهاش في الماتش، في الماتشات اللي جاية، فانت تجيب بالمر تجيب بالمر، بس لازم تكون جايبه على حساب مين؟ يعني انت راح نقلت من ساكا وعنده ساوثهامبتون لبالمر، ما اعتقدش انك اصح حاجة انت عملتها، تمام؟ او مثلا بعت صلاح اللي برضه ماتش مش اصعب حاجة، وصلاح برضه قيمة وقامة وبيجيب، الا لو انت بايعه عشان توفر فلوس وتعلي في حد، لكن من ساكا البالمر دي انا مش متفهمها نهائي، تمام؟ يعني فانت ودماغك يعني ابوتهم بيقول لك ان يبقى عندك خطه بالظبط، تجيب اللاعب البريميوم يبقى عندك خطه، هتروح من هنا لهنا ازاي وهتروح من هنا ازاي، الرن شكلها عامل ازاي، فاهم؟ انا اجيب سانشو، انا ممكن افكر في سانشو كاختيار ديفرنشال والواد جامد وكل صراحة. حاجه، بس ما تنساش ان مدويكي والراجل شكر فيه وعمل وبتاعه، في الاخر ما لقيناش حاجه، لان في الاخر الفرص كلها بتصب لمين؟ بتصب لجاكسون، وبالمر كده كده نظرا لانه فورمته رهيبه وهو لعيب جامد جدا بيلم ورا جاكسون بيلم وبيعرف يخلق حاجه، لكن سانشو ده لعيب سنيد شويه، يعني هو لعيب سنيد، فاكرني بالمر كان شايل الفريق على كتفه يعني السنه اللي فاتت. فانا انا وجهه نظري هو جاكسون، مازال جاكسون، مازال بالمر، مازال جوستو اللي لسه ما خدناش خيره وكان مصاب، واعتقد ان سانشيز برده مازال حارس كويس، كان وارد جدا ان هو الماتش اللي فات ما يجيبش حاجه، وارد جدا ماتش زي ده يجيب، وهكذا، انه برده حارس رخيص بس فرقته كبيره. الفكره اجيب اي حارس، طب ما اجيب حارس تشيلسي بالظبط، فرقه كبيره مع مدرب فاهم، ممكن الفرقه تحسن جدا جدا دفاعيا. وخلي بالك تشيلسي تمتاز عن الفرق الثانيه ان عندها خط نص قوي، لما يبدا ينسجم اكتر مع المدرب ويفهم خطته ومارسها بيطور بصراحه، هتلاقي بعد كده الوصول لمرماهم صعب. انا عايز اقول لك جولين قدام برايتون غلطتين من سانشيز بالظبط، ما كانوش هيدخلوا اصلا بالظبط. اقول لك يعني نوتنجهام فورست نجيب منها مين؟ نوتنجهام فورست هو ستيل وود. حد ثاني؟ حد ثاني ممكن في الدفاع، قولي اينا. ايوه اكتر واحد مضبوط، عارف ما كنتش قلت اللعيب اللي معايا، كنت حاسس ان انا اخترته غلط. لا انت اخترته صح، انا عشان كده متوقع 1-0 يا جماعه، وهو بيدخل فيهم جون بالعافيه، ده المفروض لحد دلوقتي اللي احنا شايفينه. وشايف والله اختيار كويس من وجهه نظري سيلز. هتقول لي سيمبس كان بيجادلني في نقطه ايه؟ ما بيوصلش عليه حاجه، وعلى فكره دي وجهه نظر تحترم جدا، بيوصلوش فرص كتير، فبالتالي هيجيب كلين شيت يا مش هيجيب، بس برده نوتنجهام مش الخارقه يعني، لا بيوصل عليها فرص برده، فممكن في ماتش يصد له 3 تصديات ما يعملوش حاجه اصلا قدام ساعات، فاقوم ايه اشيش لك البونص كله. سيلز اختيار حلو طبعا، على الاقل مش جول خوري يا جماعه، انا بكره الاجوان، انا اريولا ده اقسم بالله ما عادني في عيشه، ما اعرفش انا اخترته بناء على ايه، لا بيصد هو ما حدش نصعب بيه، ما اعرفش ايه صحيت من النوم. لا انا اقول لك فكرتي، انا جبته هو فابينيسكي عشان لو حصل حاجه ما بيحصلش حاجه، دي افكار الفجر يا جماعه وانا كنت بنام. طيب بعد كده نخش على الماتش الاخير، ماتش المفروض انه يكون رائع لفوجة نظري، مساحات بقى وفرقتين بيهاجموا، فرقتين يا جماعه نازلين يدغدغوا في بعض، برايتون اللي هتبقى على ارضها في الدقيقه دي سنه افضليه قدام توتنهام اللي فاتحه الملعب على الاخر، فرقتين بيلعبوا هاي لاين، الاثنين بيهاجموا بكل الملعب في الكون، عندهم كم عناصر هتتبسط قوي، عندهم عناصر تتوه فيها من كتره، يعني هو الاثنين على فكره نفس الفكره، كولوسوفسكي ولا جونسون ولا ماديسون ولا فاهم ولا اوديبرت ولا الناس بالعبيط، حتى لو هم مصابين ده في ناس هترجع، بس الخيارات يمكن واضحه المره دي شويه نظرا لان سون مصاب، بس خليني الاول اكلمك على التوقع، برايتون هتخسر على ارضها 3-2 من توتنهام، وعم سيمبوس هيطلع يزرغب بعد ماتش لان هيبقى اول هاتريك لعم سولانكي. انا عايز اقول لك متوقع نفس توقعك، بس والله ما اعرفش توقع يا جماعه، 3-2 3-2 ماشي عشان انا توقعت ان الماتش زي ده هيبقى فيه اهداف كتير، بس توتنهام هتكسب بره ارضها. انا حاسسها هاتريك لسولانكي، ما اعرفش ليه، وحاسس ان انا هطلع اعيط بعد الماتش. المفروض سولانكي ده بقى يكافئني بقى بصراحه، سولانكي اختيار بصراحه حلو، كتير قوي يا جماعه، المفروض يجيب هاتريك على الاقل يحط جولين. برايتون يا جماعه نجيب منها مين؟ ولا مخلوق، وابعد عن الفرقه دي، دفاعيا بيلعبوا هاي لاين وضربهم سهل، اضغط اضغط، اولا بيبنوا من الخلف غلط، يعني تضغط عليهم شكرا بيغلطوا، تمام؟ مع حارس بيغلط، تمام؟ بيغلط كتير، مع حته ان هم في البيلد اب ساعات بيخسروا الكوره عادي جدا، فيتعمل عليهم مرتده بكل سهوله، لما بيطلعوا بالهاي لاين ارمي كوره طويله ضربت الدفاع كله، فخلاص دي اتفقست، وكان برده ديزيربي بيلعب نوعا ما بنفس الشكل وكان بيلبس، وبرده ما بيتعلموش، بيجيبوا ناس بنفس الطريقه بيلعبوا، بيقدموا كوره حلوه دفاعيا ملط،
فانا اعتقد الفرقه دي دفاعيا انت هتبعد عنها، ده رقم واحد. رقم اثنين هجوميا عناصر بالعبيط، جواو بيدرو ما نعرفش مصيره، ويلبيك ما زال اختيار كويس بس في اختيارات احسن منه، تمام. ميتوما مستواه الى الان مش ميتوما اللي احنا نعرفه ومش بيلمع قوي، وحتى منتا اللي كنت شايفه حلو ادينجرا بياخد منه وقت، وفي روتر وفي روتر وفي مش كفايه، شكرا 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 مع السلامه يا عم برايتون، نبعد عنها. الرام بتاعها اصلا مش اسهل حاجه، حتى الماتشات السهله اللي كنا عاملين دوشه على برايتون ما حدش عمل حاجه. يعني من الاخر فكك مني وركز مع عم سيمبوس، هقول لك بقى جيب مين من توتنهام. ماشي، توتنهام بقى اللي الفرقه عجباني قوي يا جماعه بصراحه. عاجبني قوي لعبتها والكواليتي بتاعهم، وان هم فريق هجومي بيفيدك قوي في الفانتازي، يعني انت تجيب لعيبه منه تتبسط، فاهم؟ مش هيغزلوك، هيجيبوا لك على طول. نمشي واحده واحده. كحارس طبعا غالي فيكاريو، تمام. بالنسبه للمدافعين عاجبني قوي فان دي فين، لو انت عايز توفر فلوس، تمام. السبرنت اللي عمله قدام اليونايتد ده جامد جدا، جامد جدا، سريع قوي يا جماعه، جميل، وساعات بيخطف جوان بالهيد ما ننساش. لو معاك فلوس هتجيب بيدرو بورو مكان ارنولد، تمام. بيدرو بورو ران حلوه جدا جايه، والراجل بيجيب نقط هجوميه، بس يعني برغم ارقام توتنهام الحلوه دفاعيا، بس انا شايف ان هم موفقين في الكلين شيت اللي بيجيبوه. عايز اقول لك هم ثالث احسن دفاع في الدوري لحد دلوقتي، لك ان تتخيل. انا مش عايز اقولها بصراحه، بس هم موفقين، بس موفقين، لان بتروح عليهم هجمات بالهبل. بالظبط، زي ما هم بيروحوا برده بهجمات بالهبل. ده بالنسبه للدفاع، ما انصحكش بقى لا بيدوجي ولا الناس دي، تمام. بس اقول لك حاجه، انا مقتنع جدا ببيدرو بورو في الران الجايه يا جماعه، وهيرجع اختيار جامد جدا. لو انت تطلع من ارن بيدرو بورو والله العظيم هيبقى جامد، مليون ونص، واصرف بقى في تشكيلتك كمان. لا، وممكن القدر يخدمك في ايه، ماديسون يتصاب ما يلعبش ماتش، بيدرو بورو ماسك الكره الثابته او الركنيات على الاقل. بلاش بقى ماديسون يتصاب ده عشان انا بفكر فيه. ماشي، لا انا بقول لك، لا ده لما بيحصل تاني واحد في الكره الثابته بيدرو بورو. وحصل، حصل ماديسون على طول بيتصاب، هو المره يكمل كده يعني. ربنا يحفظه طبعا. تمام، اخش لك على نص الملعب. عاجبني اثنين برضو لو انت معاك فلوس. اول حاجه لو انت معكش فلوس هتجيب جونسون، اللي عاجبني قوي في الملعب، بس عندي مشكله معاه. توتنهام لما بتبقى كامله ما فيش اي اصابات، جونسون ده ضعيف ومش مضمون، تمام، ومش بيلعب في ادوار متقدمه كده زي ما. بس عشان كان سنه مصاب فهو ظهر قوي قدام اليونايتد، دي حاجه. الارقام بقى والاكس جي والمساهمات بالنسبه للاسيستات، لا بتصب في مصلحه ماديسون، وعايز اقول لك من احسن ارقام في الدوري لحد دلوقتي ماديسون، برغم ان هو ما انفجرش، بس لا كاكس جي تحفه. فانت تفكر طبعا في ماديسون. مشكلتي معاه زي ما بقول كل فيديو ان هو ممكن يتصاب في اي وقت، بس هو طول ما هو مكمل هو اختيار جامد جدا، وما ننساش. المشكله ساعات يا جدعان بتصفي قبل الماتش، ده كتير قوي حصلت معانا. انا وسيمبوس كنا بنجيب ماتسون ده دايما، ده ماتسون ويتصاب والماتش شغال، يعني يبقى بيلعب ولاقيه طلع من الملعب اصابه، دي بتحصل كتير قوي، دي مشكله ماتسون معايا بس. لكن هو لعيب كواليتي رهيب، يعني عايز اقول لك هو حاجه كده شبه دي بروين بس على صغير، وما ننساش ان هو كان شايل ليستر سيتي على كتفه. بالظبط، ده حقيقه. فده انا برجح لك في نص الملعب جونسون، وطبعا ماديسون. بالنسبه للهجوم فانا الاختيار بقى اللامع في عيني اللي انا جبته اصلا من جولتين، جبته قدام اليونايتد ما خذلنيش، سولانكي. طبعا اختيار جامد جدا يا جماعه، تكمل الفرص اللي بتروح رهيب، اكس جي ولا اروع، بيجي له فرص محققه بالهبل، الراجل بيلعب بدماغه، بيلعب وسون ما بيلعبش يا جدعان، ولا شوط ضربات الجزاء، ضربات الجزاء كان بيجيب هاتريك مع بورنموث عادي. لا لا لا، جامد جامد، اختيار حلو ورخيص. انا وجهه نظري سولانكي بالنسبه لسعره في وجوده في توتنهام، يعني ده لو سعره لما كان في بورنموث غالي جدا محدش يجيبه، لكن سعره في توتنهام رخيص، حلو جدا. انت تخيل انت هتكفر سون بواحد بسبعة ونص، سون ابو 10 مليون، فاهم؟ انت متخيل؟ بس في اختيار برضو انت ما قلتوش في وجهه نظري حلو، كلوسوفسكي اللي لعب في دور 8 وغالبا هيلعب في الدور ده تاني، لان الواد ده جامد. هو المدرب برضو عنده معضله، ازاي واحد تالق في البري سيزون كده وكان حلو معايا وما خذلنيش، وكل مره نزلته من الملعب هدف في البري سيزون اعلى من ماتشات اللي لعبها، وفينشر بيعرف يفنش، اقوم انا معاده دكه، فالراجل هو هيحتاجه، خلق له مكان، هو هيحتاجه. بس انا يعني هختلف معاك يا بابا، مش شايفه اختيار فانتازي صراحه. ماشي، انا ايه ومش مضمون. لا بص يا باشا، انا مقتنع قلبا وقالبا ان هو الاختيار الاوحد والاحسن والافضل هو سولانكي. هو سولانكي عايز ديفرنشال، اسمه ديفرنشال سون ماديسون. لا انا بكلمك سون، هيبقى ديفرنشال بالنسبه لسولانكي. سولانكي ده هيبقى ملكيه جباره بعد كده، ممكن يبقى معاك سون اللي هو، ولو ان انا شايف انت ممكن في يوم من الايام تروح تدبل
من توتنهام في الران الجاي ده تجيب سولانكي وجونسون. سولانكي وسون لو انت جامد بقى. سولانكي وسون وسون قصدي لا سولانكي. اه وممكن سولانكي وبيدرو بورو. يعني الفرقه مغريه قوي انك انت تراهن على هجومهم. انا بكلمك بيدرو بورو كمهاجم يعني اللي هو بيهاجم. كلين شيت لا من توتنهام ولا من استون. بس انا بقول لك اهو توتنهام هتجيب كلين شيت تاني في الجولات الجايه اتوقع. من الخمس جولات الجايه هتجيبوا على الاقل 2 كلين شيت. بس يا جماعه دي قصه وللاسف بعدها هيبقى في توقف دولي. قول لنا كده توقعاتك او عايز اسالك بس بالذات على ماتش استون فيلا ومانشستر يونايتد. انت تتوقع الماتش ده هينتهي ازاي؟ هل يونايتد هتقوم الكابو اللي هي فيها وهتعمل حاجه ولا استون فيلا هتدوسها؟ ماتش ابسوتش وويست هام بما اننا ايه راجعين عليه 4-0. اسمع مننا برضه هيخلص واريولا كلين شيت. تمام باذن الله. قبل ما نختم الحلقه ما تنساش تشترك معانا في القناه وتعمل لك فعل الجرس ليه عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي سبسكرايب لنا في الكومنتات واحنا هنجاوبك. وايه سلام. ادينا حاجه يا اخي. حرام عليك حرام عليك. وهي ايه؟ ضربه جزاء.